ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناة ايبوكسي وورلد. فيديو النهاردة مهم جدا 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 لكل الناس اللي شغالة في مجال الريزن او فن الريزن او مشروع الريزن. بتمنى من كل الناس انها تتابع معايا الفيديو ده للنهاية، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ودلوقتي يا جماعة معانا القناة البديلة، القناة التانية لقناة ايبوكسي وورلد، وهي قناة ريزن وورلد. القناة ديت بينزل عليها برضو فيديوهات مجمعه، فيديوهات جديده لكل الناس المبتدئه في مجال الريزن. يبقى انت كده مع حضرتك قناه ايبوكسي وورلد وقناه ريزن وورلد، ودول يا جماعه ان شاء الله القناتين بتوعي. وبتمنى من كل الناس انها ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه البديله علشان برضو نكبرها زي القناه اللي هي قناه ايبوكسي وورلد. غير كده كمان انت متاح مع حضرتك الموقع بتاعنا على جوجل. الموقع ده انا عامله لكل الناس المبتدئه في مجال الريزن، او الناس اللي من الاخر كده ما عندهاش واي فاي، الباقه بتاعتها ضعيفه، مش عارفه تتفرج على الفيديوهات ومشتته ما بين ترتيب الفيديوهات ومش عارفه تجيب الفيديوهات من الاول. انت كده مع حضرتك الموقع اللي باين قدامك دلوقتي. الموقع ده مهم جدا 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 في مجال الريزن، يمكن الموقع الاول في مصر والوطن العربي اللي بيشرح مشروع الريزن بطريقه مفصله وبطريقه صحيحه. يعني لو حضرتك عايز معلومات كامله ومعلومات اكيده، المفروض ان حضرتك تتابع القناه وكمان تدخل موقع ايبوكسي وورلد اللي هو على جوجل. كل اللي حضرتك هتعمله انك هتكتب في السيرش في جوجل مشروع الريزن للمبتدئين او ايبوكسي وورلد، هيظهر لحضرتك الموقع بتاعنا. وبكل سهوله برضو ممكن تنزل تحت الفيديو بالظبط، هتلاقي اللينك بتاع الموقع بتاعنا والقناه البديله. ودلوقتي يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. زي ما احنا متعودين في مجال الريزن عموما ان احنا بنقول الحقيقه كامله او التفاصيل الممكنه اللي بتخليك اساسا ما تغلطش، لكن في قناه ايبوكسي وورلد احنا بنقول المعلومه كامله وكمان صريحه. يعني انا مش هفرش لك الحياه وردي من البدايه واقول لك ان المجال كويس وما فيهوش غلطات وما فيهوش مشاكل، لكن الفكره كلها انك بتعتمد على كميه من المعلومات وانت بتطبقها بطريقه عمليه، لان يا جماعه النظري لوحده مش كفايه. فعلشان كده انا بقول لك انك المفروض تتابع القناه وكمان تتابع الموقع علشان تستفيد بكل المعلومات الممكنه. والمشاكل اللي دايما بتقابل الناس المبتدئه او الناس اللي ابتدت هي فصل الشتاء، وانا اتكلمت عن المشكله ديت قبل كده في فيديوهات كتير، وقلت يا جماعه في فرق ما بين الريزن في الصيف وكمان الريزن في الشتاء. عمر ما الماده هتكون مع حضرتك ثابته في عوامل الجو المختلفه، لان درجه الحراره او بروده الجو او اللي بنسميها اساسا الرطوبه هتكون مختلفه ما بين فصل الصيف وما بين فصل الشتاء. فانت بتكون شغال كويس جدا 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 في فصل الصيف، لكن اول ما بيدخل عليك فصل الشتاء بنبتدي بقى المشاكل والحقنة ويا استاذ محمود ومش عارف ايه. والمشاكل دايما اللي بتواجه المبتدئين هي التلزيق، وكمان الماده ما بتنشفش معانا، وكمان بناخد وقت اطول، وكمان بيظهر غيامه على الوش. وده موضوع حلقتنا النهارده اساسا، احنا نعالج الكلام ده كله ازاي؟ ده غير كده كمان في فصل الشتاء ان البابلز ما بتطلعش بسهوله. ما بتطلعش بسهوله ليه؟ هل المنتج اللي انت شغال بيه فيه مشكله؟ هل المنتج اللي انت شغال بيه فيه مشاكل تخليك انك اساسا تغير المنتج وتبدله بمنتج تاني وبرضه تلاقي نفس المشكله؟ كل ديت عوامل حضرتك المفروض تكون عارفها من البدايه، واي حد يقول لك كلام غير اللي انا بقوله لك ما هي الا عوامل وتجارب تكاد ان تكون ب10% فقط، لكن 100% محدش هيفيدك بيها غيرك انت فقط بالتجربه العمليه من خلال الحاجات اللي انت بتعملها. طيب نيجي للسؤال المهم والسؤال الشائع دايما في مجال الريزن في الشتاء. يعني شوف انا ذكرت لك الشتاء مش الصيف، علشان دايما المشاكل اللي بتجيني او المشاكل اللي بتواجهني هي فصل الشتاء. طيب في الصيف لا، انت مش هيواجهك مشاكل، مش هتقابل مشاكل اساسا، هتلاقي الماده معاك كويسه مهما كانت نوع ماده الريزن اللي انت شغال بيها او ماده الايبوكسي. هي الفكره في ايه؟ هل المنتج اللي انت شغال بيه فيه مشاكل؟ لا ما فيهوش مشاكل. هل المنتج اللي انت شغال بيه اللي هو اقل تكلفه او اعلى اساسا في السعر يخليك اساسا انك تغير المنتج لمنتج تاني؟ لا طبعا. يعني انت مش معقول تكون شغال بالريزن الكوري واول ما يحصل لك مشكله في الشتاء تروح منزل بوست في اي جروب وتقول يا جماعه نوع الريزن ده وحش ما تشتغلوش بيه. يبقى انت كده حضرتك من الاخر ما اشتغلتش ريزن، لان اللي شغال ريزن فاهم كويس جدا 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 ان الريزن الكوري من افضل انواع الريزن. ده غير كده كمان ان في منتجات تانية كتير وفي شركات تانية كتير بكفاءه عاليه جدا جدا جدا.
يبقى العيب في ايه؟ العيب فيك؟ لا طبعا، العيب في ايه بقى؟ العيب في فصل الشتاء. فصل الشتاء بيكون فيه مشاكل كتيرة، واغلبها بيكون للناس المبتدئة في مجال الريزن، لان كده كده اساسا المحترف عرف طريقه من البداية وعرف الحل بتاع المشكلة. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وقلنا يا جماعة نحاول اننا نتابع القناة ونشوف الفيديوهات القديمة علشان ما نغلطش نفس الغلط اللي انا غلطته قبل كده. يعني انا اساسا بنقل لك من خلال القناة تجربتي الشخصية والعملية والنظرية، وانت برضو بتغلط علشان بس انت حضرتك كسلت تتابع اي فيديو للنهاية. وانا في اي فيديو دايما المعلومات بتاعتي بتكون متجزأة على الفيديو كله، ومش معقولة انا هبقى عامل فيديو اقول لك معلومة في اول الفيديو وبعد كده الفيديو فاضي ما فيهوش معلومات. لا طبعا، انا ببقى بقسم الفيديو بتاعي على معلومات، ومعلومات مهمة جدا 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 تخليك انك تشوف الفيديو من اوله لاخره، لان المعلومات اللي بتتقال في الاول غير المعلومات اللي بتتقال في الاخر. تابع معايا الفيديو ده للنهايه وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. نيجي دلوقتي لاول سؤال معانا، والسؤال ده بيقول يا استاذ محمود انا دايما شغال بنوع ريزن كويس جدا بدون ذكر المنتج او بدون ذكر الشركه او الكلام ده كله. كلنا شغالين بانواع ريزن كويسه، مهما كان نوع الريزن اللي مع حضرتك فانت شغال بيه كويس والمنتج كويس، لكن المشكلة في فصل الشتاء زي ما قلت لك. ايه اللي بيظهر لحضرتك في فصل الشتاء؟ هي ان البابلز او فقاعات الهواء او الميكرو بابلز. نركز على كلمة الميكرو بابلز دي لانها مهمة جدا. ايه هي الميكرو بابلز؟ فقاعات الهواء او البابلز عموما اللي بتتكون على الوش او السطح من فوق، ودي ممكن تطلعها بكل سهولة بولاعة او بخلة سنان او اي حاجة. مثلا في ناس بتستخدم الكحول وبترش كده تلاقي البابلز طلعت او فقاعات الهواء طلعت، لكن احنا بنتكلم في الميكرو بابلز. الميكرو بابلز دي اللي بتكون موجودة في كوباية الريزن بتاع حضرتك، وبيكون عبارة عن نقط 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 صغيرة جدا 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 بتكون موجودة في الكوباية كلها، وانت حضرتك ما بتعرفش تطلعها، وبتكون من الصعب اساسا انك تطلعها بالعوامل البدائية. وليه اساسا انا بسميها عوامل بدائية؟ لان حضرتك علشان تستخدم الولاعة او خلة السنان او الكلام ده كله في انك تطلع الميكرو بابلز دي معلومات مغلوطة ومش صحيحة. مش صحيحة ليه؟ لان الميكرو بابلز ديت نتيجة تفاعلات عمرها ما هتطلع بالطريقة اللي انت بتعملها. طيب ايه الحل او ايه النتيجة او ايه اللي المفروض نعمله علشان اتجنب الميكرو بابلز اللي انا بقولك عليها ديت، واكيد انت ملاحظها ومش عارف تتخلص منها، وما بتيجي تشرح للناس تقول لهم بابلز وفقاعات هواء بيقولك ولاعة، لكن انت بيبقى في دماغك او قصدك الميكرو بابلز، هو ما بيبقاش عارف الكلام ده، او البوست اللي حضرتك منزله ما بيبقاش شارح بالتفصيل المعلومات بتاعتك، واللي بيرد عليك ما بيبقاش فاهم بالتفصيل انت قصدك ايه، ومحدش يعرف اساسا فكرة ان في نوعين من البابلز، فقاعات الهواء وكمان الميكرو بابلز اللي بتكون متكونة داخل الكوباية كلها. طيب ايه الحل بتاع المشكلة ديت ونحلها ازاي؟ بكل سهولة من غير ما اطول على حضرتك او اقول لك معلومات كتيرة جدا 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 وتجارب كتيرة، انت معاك كوباية الريزن. كوباية الريزن بتاعتك دي المفروض انك تقسمها على كوباية اتنين تلاتة، يعني انت معاك كوباية مليانة ريزن، حاول انك تقسمها على كوباية اتنين تلاتة اربعة. انت هنا بالطريقة دي بتقلل كثافة الريزن، فقاعات الهواء بتطلع بكل سهولة، مش هيكون في مشاكل تماما. هتسيب الكوباية بتاعتك من 5 دقايق لعشر دقايق هتلاقي ان البابلز ديت والميكرو بابلز ديت طلعت بكل سهولة من غير ولاعة ومن غير خلة سنان ومن غير الكحول اللي الناس بتستخدمه. هل انا كده انا بضلك؟ لا مش بضلك، لان مادة الريزن عموما بتكون الكثافات فيها مختلفة من نوع لنوع، لان جميع انواع الريزن مختلفة عن بعضها، ومش شرط اساسا ان حضرتك النوع اللي انت شغال بيه انا اكون شغال بيه. كلنا بنشتغل بأنواع مختلفة بشركات مختلفة ومنتجات مختلفة، والنسب دايما بتكون مختلفة من نوع لنوع، لكن الفكرة اللي أنا بقولها لحضرتك ديت أنا جربتها كتير في فيديوهات كتير وناس كتير بتجربها، وتجربة ناجحة 100%. معنى كده إيه؟ معنى كده إن حضرتك لو معاك كوباية ريزن هتقسمها على كوباية 2 3 وبكده بكل سهولة هتطلع البابلز اللي هي أساسا اسمها ميكرو بابلز بكل سهولة. يبقى انا كده جاوبت لك على اول سؤال، والسؤال ده مهم جدا جدا جدا. نيجي للسؤال التاني، والسؤال ده مهم جدا وناس كتير سالتني فيه. انا نزلت فيديو من حوالي اسبوع وقلت يا جماعه احنا هنفرق ما بين الريزن الكوري وريزن ايجي كاست، وبالفعل انا اجريت التجربه والتجربه كانت ناجحه بالفعل، وفرقت ما بين النوعين وكانت صدمه كبيره للجميع وهما بيتفرجوا على الفيديو.
لو حضرتك لسه ما شفتش الفيديو، المفروض انك تنزل تحت الفيديو بالظبط، هتلاقي اللينك بتاع الفيديو ده، الفرق بين الريزن الكوري وريزن ايجي كاست. لكن في اخر الفيديو ده كانت حصلت مشكله معايا، وقلت يا جماعه اللي متابعني من البدايه هيكون عارف ايه المشكله وهيحلها بكل سهوله. ايه المشكله ديت؟ ان القطع اللي هي اساسا كانت شفافه ما كانش فيها بابلز تماما، لا من النوع الاول ولا من النوع الثاني، لكن القطع اللي كان فيها لون شفاف ظهر فيها بابلز. وقلت يا جماعه اللي متابعني من البدايه هيكون عارف المشكله، لكن للاسف محدش عارف اساسا انا كان قصدي ايه، ومحدش عارف نتيجة البابلز دي كانت موجودة ليه. يعني حضرتك لو مش متابعني من البداية انت فايتك كتير، علشان كده انا بقولك تابع الفيديو ده للنهاية، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. طيب اساسا السؤال اللي كان بيجي لي ليه يا استاذ محمود، القطعة الشفافة اساسا ما كانش فيها بابلز، لكن القطعة اللي حضرتك حطيت فيها لون شفاف ظهر فيها بابلز، معنى كده ايه؟ طيب انا هفهم حضرتك حاجة بكل سهولة. انت لما بتيجي تشتغل ريزن انت ما بتكونش فاتح كاميرا او بتصور فيديو، غير كده كمان انت بتخلص الموضوع كله في 10 دقايق، ربع ساعه، نص ساعه. لكن تخيل حضرتك ان انا بصور الفيديو بتاعي في 3 4 ساعات، معنى كده ان ماده الريزن بتاعتي اساسا ليها سرعه تشغيل، سرعه التشغيل او عوامل التشغيل او سعه التشغيل او الكلام ده كله بتكون متوقفه على عوامل ان ماده الريزن ما ينفعش ان انا اقلبها باي لون بعد سعه التشغيل او سرعه التشغيل. معنى كده ان انا لو قلبتها هيكون في بابلز، هيكون في ميكرو بابلز. علشان كده انا كنت سايب ماده الريزن بتاعتي قبل الفيديو حوالي ساعتين ثلاثه، ولما جيت قلبتها مع اللون الشفاف تكونت الميكرو بابلز. علشان كده لما جيت صبتها في القالب انا ما عرفتش اطلعها. علشان كده اللي المفروض حضرتك تعمله اساسا من البدايه اللي هقول لك عليه ده، تمشي عليه بالنص وبالتفصيل. علشان كده تابع برضو معايا الفيديو ده، الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، وده اللي هيغنيك عن مشاكل الشتاء والمشاكل اللي الناس كلها بتسأل عنها، وانا هجاوبك في الفيديو ده على كل التفاصيل. فصل الشتاء اساسا من العوامل المؤثرة ومن العوامل اللي بتخلي شغل الريزن بصراحة وحش جدا. طيب المفروض حضرتك ان في حاجة اسمها سرعة التشغيل او معدل التشغيل اللي المادة بتتفاعل فيه مع بعضها، اللي هو الريزن والمصلب او الايبوكسي والمصلب، وبيكون من ساعة الا ربع او ساعة على حسب نوع الريزن اللي انت شغال بيه. المفروض حضرتك لما تيجي تقلب مادة الريزن مع المصلب وتيجي تحط لون، تحطها في نفس التوقيت اللي انت هتقلب فيه. طب فهمنا حضرتك اساسا انت قصدك ايه؟ انت قبل كده قلتلنا نقلب مادة الريزن مع المصلب وبعد كده نسيبها تهدى 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، وبعد كده نشتغل. انا كنت بكلمك وانا في فصل الصيف، وقلت لك في فرق ما بين الريزن في الصيف وكمان ما بين الريزن في الشتاء. لكن اللي انا بقوله لحضرتك دلوقتي المفروض انت تعمله وتمشي عليه. بعد ما بتحط ماده الايبوكسي مع المصلب وبتقلبهم، اللي هو بتتفاعلوا مع بعض او بتدمجهم مع بعض لمده ربع ساعه، من 10 دقائق لربع ساعه، بتختلف المده من الصيف للشتاء. لو انت بتقلب في الصيف من 5 دقائق ل 10 دقائق الريزن مع المصلب، المفروض ان معدل التقليب بيزيد في فصل الشتاء من 10 دقائق لربع ساعة، يبقى كده اول عامل معاك، تمام؟ تاني حاجة المفروض النسب تكون مظبوطة. تالت حاجة التقليب يكون بالراحة وفي اتجاه واحد. بعد ما حضرتك بتخلص تقليب نركز على اللقطة او الحاجة المهمة دي جدا جدا. بعد ما حضرتك تخلص تقليب مادة الريزن مع المصلب، المفروض انك ما تسيبش مادة الريزن تهدى. المعلومة ديت مهمة، المفروض انك ما تسيبش مادة الريزن بتاعتك تهدى. المفروض انك تخلط الالوان بتاعتك في نفس التوقيت اللي انت خلصت فيه تقليب. بعد كده لو عايز تسيب مادة الريزن تهدى براحتك، 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، انت ما عندكش مشكلة، ما انت خلاص خلطت الالوان. تاني المفروض ان حضرتك تحط اللون الشفاف بتاعك او لون المايكا او لون البيجمنت او اي لون بعد التقليب مباشرة، وبعد كده تقسم كوبايات الريزن، وبعد كده تشيل البابلز زي ما قلت لك في بداية الفيديو، وبعد كده تشتغل براحتك. تعالوا بينا برضو دلوقتي نقول العوامل دي التاني علشان الناس اللي ما فهمتش. انت حضرتك شغال بميزان حساس، المفروض اولا ان النسب تكون مظبوطة، وانك تقلب بالراحة وفي اتجاه واحد، وانك في الشتاء تقلب من 10 دقائق لربع ساعة، وانك بعد التقليب ما تسيبش مادة الريزن تهدى، وانك تحط الالوان بتاعتك. يعني اهم مرحلة المرحلة الرابعة ديت علشان انت ما تغلطش. بعد كده ممكن تسيب مادة الريزن تهدى وتطلع منها البابلز بكل سهولة. بعد كده تشتغل وتصب في قالب السيليكون بتاعك ومش هيكون عندك مشاكل. يبقى المراحل اللي انا قلتها لحضرتك دلوقتي مهمة جدا. انت ما بتعملش الخطوات ديت او بتنسى خطوة منهم، يبقى انت شغلك غلط.
طيب نرجع للسؤال تاني اللي هو اساسا يا استاذ محمود، انا بعد 24 ساعة بلاقي جزء مثلا صينية نصها نشف ونصها ما نشفش، من تحت ناشفة ومن فوق اللي هو اساسا بتلزق، او من فوق مثلا ناشفة ومن تحت بتلزق، ايه يا استاذ محمود المشكلة؟ انا مش فاهم في ايه. طيب انا هفهمك بكل سهولة، عوامل الجو او برودة الجو او الرطوبة بتاعت الجو مختلفة، ودرجة حرارة اليوم اللي هو 24 ساعة ده مختلفة ما بين النهار وبالليل. يعني بالنهار هتلاقي درجة الحرارة مثلا 18 19 17 مثلا، هتيجي بالليل درجة الحرارة ديت بتكون مختلفة اللي هو ممكن توصل ل 11 12 13، او ممكن توصل لو الجو ساقع قوي قوي ل 10 و9. فعوامل الجو او برودة الجو مختلفة، ده اللي بيخلي ان في عوامل خارجية بتأثر على المنتج بتاعك او الشغل اللي انت بتعمله، فهتلاقي جزء نشف وجزء ما نشفش. ده بيخلي في لخبطة كبيرة ما بين المبتدئين، مفيش حاجة اسمها انك صبيته جزء نشف وجزء ما نشفش ويبقى عيب في المادة. لا، ما هي المادة يا تنشف كلها يا تبقى لينة كلها، ما دي مشكلة بقى. طيب معنى كده ان انت مثلا كنت شغال بالنهار، فعوامل النهار بيكون في شمس، في ضوء، في إضاءة، في أي عوامل جو، في درجة حرارة كويسة، بتلاقي جزء نشف يعني خلاص هو ناقص له شوية كمان وينشف، لكن أنت بتعرضه لجو بالليل، فجو بالليل ده بيخليه لزق ما نشفش نفس النشفان الكامل بتاع الجزء الأول، فدي برضو مرحلة مهمة. طيب إحنا نعمل إيه؟ المفروض إنك تهيئ الجو بتاع حضرتك اللي أنت هتشتغل فيه بدرجة حرارة من 25 ل 30 بنفس الدرجة العادية بتاعة ضوء النهار. إزاي؟ بإنك تشغل سوفت بوكس من الكرتون، يعني السوفت بوكس اللي باين قدامك دلوقتي أنا شغال بيه وشغال عليه، اللي هو أساسا بكل سهولة هتعمل سوفت بوكس من الكرتون، كرتونة التلاجة اللي تحت السرير اللي مخبيينها، الكلام ده كله مش هقول لكم يعني، المهم تتصرف. ما عندكش كرتونة والدتك رمتها مثلا سلفتها ادتها لخالتك، هقول لك تعمل ايه، تجيب دفايه. يعني فكره الدفايه كويسه جدا، بس برضو تخلي بالك لان ساعات بيحصل ماس كهربي، بيحصل فيشه تضرب، مش عارف ايه، فانت ممكن تعمل كارثه في البيت. انا فاهم كل الكلام ده كله، يا اما توفر دفايه، يا اما توفر سوفت بوكس من الكرتون، يا اما توفر درجه حراره مناسبه وملائمه والجو يكون دافي، علشان انت كده تتفادى ان المنتج بتاعك ينشف في النهايه، لان انت عوامل الجو قلت لك مختلفه في فصل الشتاء. نيجي دلوقتي لحاجه مهمه وسؤال مهم جدا، والسؤال مخلي جروبات الريزن كلها تسال بعضها، وانا جاوبت السؤال ده والله في اكتر من فيديو، لكن الناس لو بتهتم فعلا ومش عايزه تغلط ومش عايزه تخسر نفسها هتتابع الفيديوهات، ويا ريت بقى الناس تهتم بالفيديو ده علشان يكون مرجع لجميع الناس اللي شغاله في الشتاء بجد. تمام، اللي بيظهر معانا في فصل الشتاء الغيامه اللي بتكون على الوش. هل معنى كده ان الغيامة ديت المنتج له سبب فيها؟ يعني المنتج اللي حضرتك شغال بيه مهما كان نوعه، مهما كان اسمه، مهما كان شفافيته، احنا ملناش علاقة بالكلام ده كله. هل معنى كده انك بعد ما بتصب مادة الريزن وفي غيامة، الغيامة دي مين اللي بيكون السبب فيها؟ السبب برضو الشتاء. عوامل الشتاء مؤثرة جدا وبتكون سبب في مشاكل كتيرة. طيب نعمل ايه علشان نتفادى المشكلة ديت؟ لكن قبل ما اجاوب حضرتك تابع معايا الفيديو ده للنهاية، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. دايما السؤال المهم والسؤال الشائع في مجال الريزن في فصل الشتاء ان احنا بيظهر عندنا على الوش بتاعنا بتاع القطع غيامة. الغيامة دي نتيجتها ايه، او مشاكلها ايه، او عيوبها ايه، واشيلها ازاي؟ يعني مش الفكرة انها ظهرت، طب الفكرة ان انا اشيلها ازاي؟ دايما كل الناس تقول لك معلومة ثابتة واساسية، وتقريبا اللي بيغير القاعدة دي عندهم بيطلع من المجال بتاعهم، ما بيبقاش من ضمنهم. زي انا كده، زيك انت ازاي، هقول لكم انا زي انا ازاي، انا ماليش علاقه بجروبات الريزن تماما، انا واحد مع نفسي كده بصور لك الفيديوهات وبقول لك المعلومه الصحيحه والاكيده، يعني انا عمري ما هضلك. فكره ان حضرتك بتنزل بوست في اي جروب يكتب لك مثلا كومنت 2 3 4 بتكون المعلومات والاجابات مختلفه، محدش هيرسى وهيثبت على اجابه واحده. ليه؟ لان محدش عارف الاجابه الصحيحه اساسا، ده بكل سهولة يعني. لكن الإجابة الصحيحة والنهائية بتكون من خلال قناة اي بوكسي وورلد، وأنا مش بمجد في القناة، الناس اللي متابعاني على القناة عارفة إن كل معلوماتي صحيحة بفضل الله. طيب نرجع للمشكلة بتاعتنا، والمشكلة هي الغيامة اللي بتظهر على الوش أو الميكرو بابلز تاني. طيب المعلومة الثابتة والأساسية في مجال الريزن عموما وأي حد هيقولها لك، حط مادة الريزن بتاعتك في مية دافية، مع إنهم أساسا حرفوا الكلمة ديت
وخلوها ميه سخنه. يعني احنا بنشوف اساسا بنقول ايه، احنا بنقول يا جماعه نحط ماده الريزن في ميه دافيه، لا اتحرفت. ما هي المعلومات اساسا بتتنقل من شخص لشخص لشخص، بتتحرف، في حاجات كتير بتتحرف، ولو انت متابع تاريخ او بتقرا في التاريخ في معلومات كتير متحرفه. متحرفه ليه؟ لان المعلومه الاساسيه اتنقلت ما بين واحد واثنين وثلاثه واربعه. زي مثلا انت رحت كنت بتتفرج في الشارع على خناقه واتنين ضربوا بعض واتصالحوا، انت جيت في مثلا حكيت لواحد صاحبك قلت له ده كان في خناقه وبيموتوا بعض وضربوا بعض وقتلوا بعض، صاحبك التاني راح حكى لصاحبه التالت قال ده كان في خناقه وفي حكومه وفي مش عارف ايه والدنيا ليه بقى في تحريف في الكلام، تمام؟ فانت علشان تاخد معلومه كامله وصحيحه اسمعها من مصدر واحد فقط، انت هتسمعها من مصدرين انت بتشتت نفسك. فكره اننا بنحط ماده الريزن بتاعتنا او ماده الايبوكسي في ميه دافيه هي معلومه صحيحه وانا ما قلتش فيها كلام وانا قلتها قبل كده، لكن نحطها في ميه سخنه ما مش عارفها بصراحه، يعني حاجه جديده عليا. يعني انا بقول لك ميه دافيه، ايه اللي خلاها ميه سخنه؟ ده اول حل، يعني اول حل معاك انك تحطها في ميه دافيه. سيبك بقى من الكلام ده كله، هقول لك معلومه جديده، علشان كده برضو لازم تتابع الفيديو ده للنهاية. أساس المركب الأساسي اللي بيكون موجود من مادة الريزن أو مادة الإيبوكسي بيكون من إزازتين أو من عبوتين، الأولى فيها إيبوكسي والتانية فيها مسلط. يعني أنت لما حضرتك بتيجي تشتري مادة الإيبوكسي أو مادة المسلط أساسا بتشتري الاتنين مع بعض، ما ينفعش التاجر يبيع لك واحدة بس، لأن أنت علشان تشتري واحدة بس هتتصلب إزاي من غير المسلط؟ دي مشكلة. فانت اساسا اساس المنتج بتاعك بيكون مكون من ازازتين، الازازتين دول واحده فيها ايبوكسي والتانيه فيها مصلى، حلو كده؟ طيب المعلومه او الاجابه اللي انا هقولها لحضرتك ديت مهمه جدا، قبل ما حضرتك تشتغل، قبل ما حضرتك تعمل اي منتجات، قبل ما تظبط المكان بتاعك، ركز حضرتك بقى في الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي، والاجابه سهله وبسيطه، وازاي نتفادى الغيامة اللي موجودة على سطح الريزن أو مادة الريزن. زي ما قلت لك أنت معاك عبوة الإيبوكسي ومعاك عبوة المصلب والاتنين مع بعض، هتحط الاتنين قدام دفاية، ما عندكش دفاية يبقى سوفت بوكس، ما عندكش الاتنين ده يبقى تشتغل بالنهار في ضوء الشمس أو تحطهم في مية دافية. المهم هنتكلم على العامل الأول، أن أنت عندك دفاية، هتحط الاتنين أساسا قدام الدفاية، بس مش قدامها مباشرة طبعا، لو سيب متر مترين الكلام ده كله، يعني مثلا الدفاية هنا وهم هنا، تمام؟ سيبهم لمدة ربع ساعة. يبقى احنا كده اساسا حطينا العبوتين اللي هو الايبوكسي والمصلب لمدة ربع ساعة قدام الدفاية. بعد ربع ساعة هتروح قالب العبوتين، يعني تخلي الوش هو الظهر والظهر هو الوش. الفكرة كلها انك علشان الشكل اللي باين قدام الدفاية ده، تمام، اقلبه بقى، تمام، علشان العبوة كلها تكون واخدة نفس درجة الحرارة. بعد الربع الساعة الأولى وبعد الربع الساعة الثانية اللي حضرتك حاططهم فيها قدام الدفاية أساسا، أنت هتشيل العبوتين اللي هو أول حاجة عبوة الإيبوكسي وبعد كده عبوة المصلب، والحركة ديت مهمة جدا وركز معايا. أنت هتمسك العبوتين في إيدك كده وترج العبوتين. هتقول لي إزاي حضرتك نرج الإيبوكسي بس؟ لا أنا بقول لك رج عبوة الإيبوكسي ورج عبوة المصلب. يبقى أنت كده بترج العبوتين كويس جدا لمدة مثلا 30 ثانية لمدة دقيقة، مش مهم، المهم انك بتقلبهم يعني ترجهم كويس جدا. وبعد كده تفتح الغطاء، تفتح الغطاء بتاع مادة الايبوكسي وتفتح الغطاء بتاع مادة المصلب، انت كده فتحت الاثنين، وتسيبهم لمدة ربع ساعة او نص ساعة في نفس درجة الحرارة بتاعتها. يعني انت بقى مش هقول لك بقى هاتهم من هنا حطهم في حمام مية ساقع، حطهم مثلا في درجة حرارة 10، الكلام ده مفيش منه، تمام؟ انت حضرتك بتروح فاتح العبوتين وبعد كده بتسيبهم في نفس درجة الحرارة. طيب احنا فتحنا الغطاء ليه اساسها من العبوة الاولى والتانية؟ علشان نتيجة الرجة ديت عملت بابلز، البابلز ديت بعد كده هتطلع لما تفتح الغطاء، حلو؟ طيب بعد كده انت ممكن تشتغل بكل سهولة بعد مثلا ربع ساعة نص ساعة مفيش اي مشكلة، وتخلط بقى المادتين مع بعض. طيب اللي انا قلته لك ده حل، يعني علشان لو انت شغال باي ماده ده حل انت ممكن تشتغل بيه علشان تتفادى الغيامه اللي بتتكون على السطح. طيب في بقى حل تاني، الحل التاني ده بيقول ان اساسا فصل الشتاء درجه الحراره او الرطوبه فيه مش كويسه، المفروض ان انا اشتغل بنوع ريزن ما بيتصلبش في نفس التوقيت او بعد 24 ساعه. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو انت عايز تشتغل في فصل الشتاء اساسا ممكن تشتغل بالريزن الكوري الكاست او مثلا كالوريزن الكاست
او كيما بوكسي اللي هو كاست برضو اللي هو من شركة كيماويات البناء الحديث. المهم انك تشتغل بحاجة الصب بتاعها سميك. فصل الشتاء عموما بيعتمد اكتر على الصب السميك، يعني الحاجات اللي احنا بنعملها اكسسوارات صواني شيالات بيكون في مشكلة تماما في كل اللي حكيته لك في الفيديو من اوله لاخره. فانت لو جربت مثلا الريزن الكوري كاست ده جربه وقول لي النتيجة في كومنت، شوف هل انا كلامي صح ولا غلط. وانا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هحاول ان انا في فصل الشتاء اشتغل بالريزن الكوري كاست، وهقول لك برضو التجربة او النتيجة هتكون عاملة ازاي علشان نعرف ان كلامنا كله صحيح 1000000%. معلومة اخيرة لكل الناس اللي شغالة في مجال الريزن، حضرتك طالما اساسا تابعت الفيديو ده من البداية المفروض ان بيكون في معلومة مهمة في اخر الفيديو علشان الناس فعلا تكون عارفة ان في معلومات كتير في الاول وفي النص وفي الاخر. طيب ايه اساسا المعلومة المهمة اللي المفروض حضرتك تكون عارفها؟ ان معدل التصلب لو المادة بتاعتك بتنشف في 24 ساعة في الصيف هيبقى 48 ساعة في الشتاء. يعني مش معنى ان حضرتك شغال بمادة بتنشف في 24 ساعة مثلا في فصل الصيف انك بعد 24 ساعة في فصل الشتاء انك تشيلها من القالب هتلاقيها بتلزق وترجع تقول المادة بتاعتي بايظة ومش عارف في مشاكل، وانت بتدخل نفسك في حوارات كتير. انت معدل التصلب معاك بيزيد، درجة الحرارة بتكون مختلفة، فانت المفروض بعد 24 ساعة ما تشيلش القطعة بتاعتك اساسا من قالب السيليكون. انا بقول لك سيبها يوم كمان، يعني المعلومة دي مهمة في فصل الشتاء فقط. اتمنى فعلا اكون فدتكم بالفيديو ده وقلت كل المعلومات الكاملة في فصل الشتاء، واتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.